مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع. تتواصل في العاصمة المؤقتة عدن حملات التوعية الطوعية بفيروس كورونا. الحملات التطوعية تشكلت بمبادرات شبابية وتهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأعراض ومخاطر الوباء وطرق انتشاره والسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى التذكير بإرشادات السلامة الشخصية لمواجهة هذه الجائحة الوبائية التي تهدد العالم. دشن بمديرية المعلة في العاصمة المؤقتة عدن العيادات الطبية المتنقلة للنازحين والأسر الأشد فقرا. الحملة وعلى مدى يومين قدمت خدمات الرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى برامج التوعية بفيروس كورونا. على الرغم من الجهود المبذولة من قبل إدارة مؤسسة المياه بعدن، إلا أن التقطع المستمر للمياه ينذر بكارثة حقيقية في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات. كبقية الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن، تبرز أزمة المياه المتعثر وصولها كلياً إلى عدد من المناطق، هاجساً يؤرق حياة المواطنين ويضاعف معاناتهم اليومية. المي هنا لو من قبل الحرب ما فيش، اجى يومين دي المره من نص ساعه وعادوا بالدينامو ما طلعش، مره يمدوا باب ويطلع ما فيش ماي، ومره ما عرفناش فين الخلل، يا من الضاخ يا من الباب يا ما عرفناش فين. غدا الحصول على المياه في اغلب الاحياء السكنيه امرا صعبا يتطلب جهدا كبيرا في الكثير من الاحيان، ويفرض على العائلات اعباء اضافيه لتامين شرائها من الاسواق. نعاني من الماء من أكثر من 6 سنوات غير موجود، نعبيه فلوس نشتريه، وحصل من المؤسسة العامة للمياه بدأت في مشروع عشان مد بيبات من حافة حسين إلى عند المضخة، خاصة إحنا اشتريناها خاصة بالحي يعني من فاعل الخير، وما فيش أي فائدة، برضو الماء ما وصلش. ما يثير مخاوف وقلق الأهالي في عدن هذه المرة هو الاختناقات المتكررة للمياه مع بدء موسم الصيف وقدوم شهر رمضان، في ظل حالة اللا استقرار الذي تفرضه جائحة كورونا. فترة طويلة صراحة نعاني من المي، ما يطلعش نهائيا المي في البوميس، والآن واقين على رمضان وفصل صيف وما يعني ما نستفيدش إلا من الماحق المنظمة، لا عاد تجيب لنا كذا قليل المي. أصحاب الحكومة هم اللي مبندين، ولا شوف الشعب كم ميقش، خرجت الناس مظاهرة عند عدن مول والعقبة، بندوا الطريق، ركبوا لهم الدينما تحت هذا، الآن يوم ايوه ويوم لا. عملوا بيبات ابو 2 هنش، يفطر كان من البداية عملوها ابو 3 هنش، الآن يطرحوا علينا نحن تكفلوا انتم بالحفر من جديد، وهم بيبدلوا البيب على حسابهم، بيجيبوا البيب مسه. المؤسسة العامة للمياه في عدن، وبالرغم من جهودها المبذولة لاحتواء الأزمة، إلا أنها تبدو غير قادرة على تأمين الاحتياج المتزايد للمياه في ظل تداخل التحديات واستحالة تفادي تأثيراتها. نرحب بالمهندس فتحي السقاف القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا المهندس فتحي في هذا اللقاء. بداية، الأزمات المتكررة للمياه، ما هي الأسباب وما هي أهم المعالجات القريبة لهذه الأزمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكركم لحضوركم الى مكتبنا المتواضع هنا في المؤسسه المحليه للمياه والصرف الصحي عدن، ويشرفنا حضوركم واهتمامكم. طبعا هناك ازمه لا يمكن ان نخفيها طبعا، وهي موجوده والكل شاعر فيها. طبعا للازمه اسباب تبدأ أولاً من التوسع الكبير والمتسارع، يعني هو توسع كبير ومتسارع، أي أنه توسع يومي في البناء، في إقامة مدن والبناء في المرتفعات، البناء حتى في المتنفسات. طبعاً هذا الكم الهائل من التوسع والمتسارع يحتاج إلى خدمات ويؤثر على الخدمات، فعدن
كمحافظة أو كعاصمة الآن مؤقتة لليمن، توسعت بشكل ملحوظ وأصبحت قبلة للنازحين، النازحين من كل مكان، وقبلة أيضا للوافدين من المحافظات والأرياف. عدن في 2020 غير عدن في ما قبل 2015 طبعا. التوسع الهائل هذا يعني ملاحظ في كل مكان. طبعا هذا أثر على خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات عديدة في النظافة، في الكهرباء، في كل شيء. فالاحتياج متزايد. المؤسسة تنتج مياه ما يقارب من 80 إلى 90 ألف متر مكعب في اليوم، والاحتياج الفعلي لمحافظة عدن حاليا 200 ألف متر مكعب. لك أن تتخيلي هذا الفارق الكبير ما بين الاحتياج، ما بين الإنتاج والاستهلاك. ولهذا تظهر المشاكل اليومية. نقوم بتوزيع الماء للمديريات، خاصة مديريات عدن القديمة كالمعلة والتواهي والقلعة وكريتر. التوسع هذا أيضا أضعف الشبكة كذلك، لأنه الآن في توصيل عشوائي أيضا وانتهاك لخطوط نقل المياه. هذا أيضا أدى إلى ازدياد الأزمة. عدم استقرار الكهرباء أو مصادر الطاقة أدى إلى 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 ظهور الأزمة وبقوة. طبعا نحن نقدم خدمة بشكل بالحد الأدنى من الخدمة، فنحن بالكاد نقدم خدمة، ما بالك لما تكون في مشاكل أو أضرار أو أي فيلير يعني يحدث، أكان كسر أو أكان توقف حقل، فلو آثار جانبية كبيرة. هي هذه مشكلتنا. وطبعا كمؤسسة نحن وكمحافظة وكوزارة نسعى إلى إيجاد الحلول، لكن الحلول طبعا لا يمكن أن تكون الحلول يعني بعصا سحرية كما يقال، ولكن الحلول تأخذ وقت وتأخذ تحتاج تمويل. طبعا نحن كمؤسسة الآن نسعى إلى حل هذه المشكلة بعدة مشاريع. أول هذه المشاريع اللي هي إعادة تأهيل حقل المناصرة. هذا الحقل إن شاء الله هناك تدخل من البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن. سيقوم البرنامج بحفر 5 آبار جديدة في المناصرة. سيقوم بتأهيل 10 آبار من الآبار الواقفة. سيقوم بتوريد تركيب مولد 2 ميجا سيؤدي إلى استقرار الكهرباء في الحقل. هذا التدخل سيعطي إنتاج يمكن يصل إلى 20 ألف إلى 25 ألف متر مكعب في اليوم. هذا سيقلل، لا نقول أنه سينهي الأزمة، ولكن سيعمل على تقليل أو تخفيف هذه الأزمة. طبعا البرنامج السعودي قد عمل عقود المقاول وقد تم تسليم المقاول للمواقع، والآن هو في طور بعض التوريدات المضخات للعشر الآبار، وإن شاء الله يبدأ العمل فيه. البعض يتحدث عن افتعال أزمات وأعمال تخريبية لمضخات وأنابيب المياه، ما مدى صحة هذه الأقاويل؟ وإذا كانت صحيحة إلى أين وصلتم في التحقيق في هذا الأمر؟ والله عزيزتي الموضوع هذا له جوانب عديدة. نحن نقول في تدخلات حتى من بعض المواطنين في غلق الماء على جهة وتحويل الماء لجهة أخرى. شبكة عدن، شبكة المياه يعني منتشرة في كل المحافظة، فهناك خطوط نقل فيها صمامات، وفيها صمامات حجز، وفي صمامات تحويل. نواجه هذه المشاكل في بعض المناطق، حتى إننا الآن في بعض المناطق نحاول لتلافي الأزمة أو لتخفيف من الأزمة تحويل الماء ما بين الأحياء، ولكن نقابه بتدخلات المواطنين. طبعا المواطنين معذورين. انا دائما اقول انه الناس ما بتتحرك الا من معاناه وازمه، لكن علينا اولا المشكله في الازمه كانت هناك ايادي او هناك جهات حاولت ان تجعل الازمه وكانها من المؤسسه ممثله بالمدير العام او بقائم المدير العام. هذه الجهه هي اللي حولت الازمه وكانها مفتعله، بمعنى الكل يعرف التوسع الكبير، الكل يعرف الأوضاع اللي تعيشها المحافظة، الكل يعرف هذه الأشياء، ولكن
ولكن تم توجيه الأزمة وكأنه تقصير من المؤسسة. وهنا تكمن المشكلة. حل المشكلات يحتاج لجميع الأطراف بدءا من المواطن والمؤسسة والحكومة. تمام، المواطن من خلال التعاون ودفع الفواتير، المؤسسة من خلال إصلاحها من الداخل ببرنامج تطوير، بناء القدرات، بالمشاريع الاستراتيجية، والحكومة اللي يتمثل دورها في تمويل هذه المشاريع وهذه الرؤية. هنا كمؤسسة أو كمجتمع متكامل ما بين الحكومة والمؤسسة والمواطن نستطيع أن نتجاوز الأزمة. أول عشان نتجاوز الأزمة لازم نعرف إيش المشكلة. فالمشكلة تبدأ هنا، إن هناك أزمة ونستطيع حلها طالما إن إحنا تعاوننا. لكن الظروف اللي المحيطة الآن والتحشيد وافتعال الأزمات حتى بالكذب والتضليل وإثارة المواطن هو جزء من الأزمة، هو اللي يخلي الأزمة تشتعل وتربكنا نحن كمؤسسة كمان في طرح في 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 طرح يعني في التفكير حتى. فأصبحنا كإدارة مشتتين بعض الشيء في 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 تتالي الأزمات وتتالي المشاكل. فأصبحنا يعني نعيش في مرحلة من عدم الاستقرار بسبب عدم مساعدة المواطن لنا والإعلام وكل الجهات. ماذا عن شبكة إمداد المياه والآبار؟ كيف تقيمون وضعها الحالي وماذا عن جاهزيتها؟ طبعاً نحن نملك 3 حقول كمؤسسة لتمول محافظة عدن: حقل بئر ناصر، حقل المناصرة، وحقل بئر أحمد. وهناك تدخل من حقل الروة الحصن بإمداد المحافظة بالمياه، وكان هناك اتفاق ما بين المؤسسة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أبيان، ممثلة مديرها الأخ صالح بالعيدي. وكان الاتفاق على أساس أنه يتم تموين المياه لمحافظة عدن 2 في الأسبوع. طبعا الحقل الآن هناك في حقل الروة أو الحصن هناك إعادة تأهيل له، ومتوقف لنا الآن يمكن حوالي شهر، يمكن بدأوا قبل 2 مدون احنا بالمياه، ويمكن اليوم إن شاء الله بعد التواصل معهم. طبعا استقرار حقل الروة وتشغيله بطاقته الاعتيادية سيخفف من مشكلة هنا في عدن. ونتمنى نحن أو نتطلع أن يكون التمويل على الأقل في الأسبوع 3 مرات 4 مرات، هذا إن شاء الله بإذن الله بيخفف المشكلة بشكل كبير. حقل المناصرة حقل يتكون من 28 بير. للأسف الآبار العاملة اليوم مثلا 13 بئر، من 28 بئر العاملة اليوم 13 بئر. توقفت 4 آبار خلال 3 أيام من تاريخه اليوم. توقعت في بعض احتراق المحركات، في معانا محركات احترقت، وفي معانا محركات الآن في مضخات نقوم بصيانتها، وإن شاء الله خلال 3 أيام 4 أيام نشغل الحقل يوصل إلى 18 بئر في المناصرة. في معانا محركات في الورشة الآن يقوموا بصيانتها. حقل بئر ناصر أيضا طاقته الفعلية 46 بئر أو 45 بئر في بئر يعني الآن برضو الآن كأحدثيك الآن وهي 34 بئر. حقل بئر أحمد الآن شغال 33 بئر وهو 30 بئر، وستصل إن شاء الله غدا إلى 31 بئر بإذن الله. أنا الصباح كنت اليوم هناك، طبعا أنا يعني يوميا الصباح والعصر أنزل يعني للحقول للأماكن هذه لتحفيز العمال والإسراع في العمل، لأنها نحن الآن في أزمة. الحمد لله الكل يشتغل الآن، ولكن زي ما تقول ما باليد حيلة. يعني طبعا نحن كمؤسسة الآن الدعم صح، هناك دعم، لكن الدعم يعني مثلا نحن نقدم مثلا بقول لك ملاحظة، مثلا الآن نحن قدمنا لمحطة التوليد لبير ناصر وبير أحمد من 2018. الآن بدأنا في إجراءات التوريد، يعني شوفي لك أنت يعني سنتين يعني تأخذ البروسينج أو العملية الإجراءات والكذا. الحكومة موجودة في عدن، الحكومة مش موجودة في عدن، في إجراءات تتأخر بسبب عدم الاستقرار. الاستقرار مهم جدا، استقرار يسرع من المعاملة. يعني نحن
كمؤسسات دعمنا دائما ياتي يا من الحكومه او من المنظمات، والحكومه والمنظمات برضو لهم اجراءات، يعني تعطيهم الاحتياج يقصوا يراجعوا الاحتياج وينزلوا فريق اخر يراجع الاحتياج، ثم بعدين يعرضوا على المانح يجلس شهرين ثلاثة شهور عشان يعمل لك موافقة، بعدين تجي أعمال التندرينج هذه المناقصات، يعني تأخذ وقت. فتكون أنت اللي رفعته الاحتياج قبل سنة، لما يجي لك بعد سنة يكون قد احتجت لحاجة أخرى فلا يغطي الاحتياج. كيف مثلا الآن المحركات اللي حرقت الآن في المناصرة الأربعة هذونا، هذه محركات لها أكثر من سنتين. نعم. أنه الآن أتدخل في محركات جديدة، أنا معي آبار أكثر من 900 بير. كيف الآبار دي تكون اللي شغال الآن في بعضها من سنتين، بعضها من سنة، بعضها من 3 سنوات. لما أدخل أنا حاجة جديدة تبدأ القديمة بالاحتراق أو خروجها عن الجاهزية، وهذه هي المشكلة. المواطن يتحمل جزء من المشكلة بسبب عدم دفع الفواتير. أنا كمؤسسة الآن أنا عندي أكثر من 136,000 مشترك. طبعا بكل الشرائح التجاريه والحكوميه والسكنيه، هذه دوميستيك كاستمر. ها ال 136,000 مشترك اللي يدفعوا منهم 11,000 مشترك، يعني حوالي من 6 إلى 7% من عدد المشتركين، ومعظمهم التجاري. يعني السكني يكاد حتى مش 2-3% من السكني من 124,000 مشترك يدفع 2%. طيب كيف أنا كمؤسسة أستطيع أن أفيق بالتزاماتي كصيانة يومية، كميزانية تشغيلية، كمستحقات عمال، كرواتب؟ الآن الحكومة تساعد المؤسسة في دفع الرواتب. إذا الحكومة تنصلت عن دفع الرواتب بالرغم أنه قانونا نحن مؤسسة إيرادية تعتمد على كل أنشطتها المالية على إيرادها، فما بالك الآن إذا الحكومة توقفت عن دفع الرواتب؟ ستوقف الخدمة. يعني هي رسالة للمواطن انه عليه ان يلتزم بدفع الفواتير. نحن دائما ما نتكلمش على المديونية المهولة التي تبلغ 12 مليار. مديونية المواطنين 12 مليار. نحن لا نتكلم على 12 مليار، نحن نتكلم على الاستهلاك الشهري. نتمنى من المواطن ان يدفع الاستهلاك الشهري. نعرف نحن ظروف المواطنين، نعرف الظروف اللي تعيشها عدن بشكل عام، اليمن بشكل عام. ظروف الحرب وآثار الحرب على المواطن من خلال وارتفاع الأسعار والحياة الصعبة الآن اللي نعيشها، لكن بالفواتير المياه فواتير بسيطة لا تتعدى 1,000 ريال. يعني معظم الفواتير السكنية 800 ريال، 500 ريال، 300 ريال. نحن نتمنى أن كل مواطن يدفع 1,000 ريال شهريا. هذا 1,000 ريال بالنسبة لنا كمؤسسة يمكن يعمل لنا دفعة كبيرة جدا. يعني أنا مثلا يوميا أو بالأسبوع أحتاج زيوت للمولدات. أنا معي حق المناصرة يشتغل 24 ساعة على المولدات، يعني معروف أنه كل 10 أيام لازم أبدل بدلة زيت، لازم أبدل فلترات، لازم أبدل البلت هذه اسمها البطاء ويسموها، يعني قطع غيار متتالية. أنا معي أكثر من حوالي 94 محطة صرف صحي معها فيها مولدات تحتاج إلى تغيير الزيوت. يعني ميزانية تشغيلية مهولة تحتاج إلى صرف، وهذا اللي نحن نفقده الآن. المياه غير الصالحة للشرب تسبب الكثير من الأوبئة والأضرار والأمراض، كيف تعالج هذا الأمر مؤسسة المياه والصرف الصحي؟ طبعا نحن كمؤسسة، يعني المياه اللي تنتجها المؤسسة من حقولها مياه صالحة للشرب، وأنا شخصيا كفتحي أشرب من الحنفية طبيعي والله، أنا وأولادي وزوجتي وكل عائلتي حتى أخواني، وهذا ماش معنا يعني فلتر ولا شيء والله من القصار بسبب الازدياد السكاني وعدم قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل عام. بدأت الناس تأخذ مصادر بديلة. طبعا أكيد الناس بتأخذ مصادر بديلة لأنه الماشية يعني لا يمكن حد يستغني عنه. فبعض المواطنين وبعض الجهات حفرت آبار طبعا، او انها تستخدم المياه من الآبار، بس انا اعتقد انه معظم الناس ياخذوا المياه من الآبار هذه للاعمال المنزل مثلا،
للتصميم الثياب او الاواني. اما الشرب اعتقد معظم الناس ياخذوها من محلات من المصانع هذه اللي موجوده اللي تعمل تحليه المياه. لكن احنا انا يعني طبعا معظم الابار اللي موجوده في خاصه اللي في جعولة في الاماكن دي فحصنا منها فيها مشاكل طبعا، فيها نثرات مرتفعه فيها، لا ننصح ان نشربوا منها. الابار في بعض الابار الان حفروا في المنصوره معظمها اكثرها مالحه. الابار اللي موجوده هنا في كريتر يعني فيها نسبه، لكن انا اعتقد هي ما تستخدمش للشرب، معظمها تستخدم للاعمال الاخرى. وفي هنا اللي حفروها عاملين وحده تحليه ياخذوا منها يعني كشرب ممكن، لكن كالابار ياخذوا منها مباشره للشرب اعتقد انها غير صالحه، وانصح الكثير من عدم استخدامها. هناك بعض المناطق في محافظة عدن تشكو من تقطع كثير في المياه، وكذلك في بين فترات متقاربة دون غيرها من المديريات أو المناطق، كيف تفسرون ذلك؟ طبعاً شو نحن كمؤسسة، أنا أستطيع أن أقول لك إن نحن كمؤسسة يمكن أن نحن نغطي أكثر من 80% بمياه الشرب في الظروف الاعتيادية. يعني إذا أنا أتحدث على كل المديريات تتموّن في المياه، لكن هناك أحياء أو مناطق من دي المديريات فيها مشكلة. لكن أنا مثلا كالعموم إذا نظرنا مثلا لمديرية كريتر، معظم المناطق في كريتر تشرب المياه أو تتموّن بالمياه بشكل اعتيادي إلا في حالة وجود الأزمات، يعني كسر كبير كذا يستمر يوم يومين، هنا تبدأ الأزمة المحدودة. أول ما تستقر الأمور يبدأ استقرار الضخ، يبدأ الناس في توينات المياه. لكن في كريتر أنا أستطيع أن أقول لك أنه في منطقة زي شعب العيدروس والعيدروس والبوميس وكود الحشيش أجزاء منها تعاني، لكن كريتر بالعموم تتموم بالمياه بصورة اعتيادية ويومية. لماذا كريتر بالذات؟ كريتر الآن مش زي كريتر قبل سنتين ثلاث سنوات. الآن الناس شوفي الجبال، الآن شوفي أنت الآن أعملي كذا لفة، شوفي البادري كيف أبتنات، شوفي عند السبراتي، شوفي الشهداء، شوفي الكسارات، شوفي الجبال الوحش هذونا لما آخر قمة، شوفي الآن في الطويلة الفورس، الناس بنت لعند الكهوف حق الفورس وشعب العدس. المنطقة تتوسع سكانيا بشكل مهول، وخصوصا في المرتفعات، وهنا تكمن المشكلة. المرتفعات غير المناطق السهول أو المناطق المنخفضة، هي دي المشكلة الآن، إنك تكون في مرتفع وتحتاج إلى ماء، تقوم تركب مضخة، المضخة دي أول ما تركبها تأثر على الناس اللي تحت، وهكذا دوالي في ظل أزمة. يعني في ظل أنا بالكاد أقدم لك ماء تامك الله، والماء هذا ما أعطيك شاتو 24 ساعة، أعطيك شاتو بحدود معينة. ننظر إلى المعلة الآن مثلا، الحمد لله صح أنها تتمون كل 3 أيام، لكن اليوم اللي يكون الماء للمعلة وفي ظروف اعتيادية، أقول لك في ظروف اعتيادية يعني فتحنا الماء بدري وغلقناه متأخر، معظم المعلات تتموم المياه الا مثلا 3-4 شوارع اللي دائما فيها مشكله، اللي شارع طرفه وشوارع هذه يسموه لين العسكر ومنطقه. ان شاء الله الان نحن في طور عمل لهم حل ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع القادم نربط الخط الجديد للشيخ اسحاق قبل الشيخ اسحاق ونبونهم من هذه النقطه. نحن متفقين مع المامور ومتفقين مع الاهالي وجلسنا معاهم وان شاء الله تحتل هذه المشكله. ناتي للتواهي، ما مش كل التواهي تعاني، يعني في مناطق المرتفعات عاني، وفي مناطق لما يكون زامهم الماء يوصلهم الماء. الشاهد انه انا احب ان انا اقول لك وفي المنصوره وفي الشيخ، خذي الان المشاكل دائما في الاماكن المرتفعه وفي اطراف المدن. يعني مثلا في خور مكسى انا عندي مشكله في العريش الصولبان، هي اطراف مدينه عدن او مدينه خور مكسى، لكن هذه ستحل ان شاء الله بالخزان اللي الان احنا نعمل كمؤسسه على بتمويل من الصندوق العربي الكويتي، صندوق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، مشروع ب 2.3 مليون، والآن قد عمل يعني كسروا أو فتحوا الخزان القديم، والآن بنستبدل خزان جديد إن شاء الله في هذه السنة بإذن الله، وهذا سيحل مشكلة خور مكسر بإذن الله، لأنه سيعمل على رفع الضغط، لأنه ارتفاعه 74 متر من سطح الأرض، فبيغطي المناطق هذه كلها إن شاء الله. يعني نحن كمؤسسة نعمل يعني نسعى إلى إيجاد الحلول، وفي مشاريع استراتيجية قد قمنا فيها والآن هي في طور التنفيذ.
المهندس فتحي السقاف القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. في العام 2016 تأسست رابطة أمهات المختطفين كمؤسسة نسائية مدنية تسعى للإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين. في 18 من إبريل 2016 أشهرت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرياً كمؤسسة نسائية مدنية للدفاع عن ضحايا الاختطاف والإخفاء القسري ومناصرة قضاياهم. أمهات أشعلنا ثورة في وجه الميليشيا وكسرنا حاجز الخوف والصمت بنضال فريد مثل ولا يزال نموذجا رائدا في الصبر والتضحية. تم إنشاء هذه الرابطة ومؤسستها والعمل على أهداف متعددة. من أهداف الرابطة أولا المطالبة والمناصرة لحقوق المختطفين والعمل على إخراجهم من السجون. الشيء الثاني أن مساعدة أسر المختطفين وذويهم والمساهمة في تشجيعهم ومناصرتهم وإعانتهم مادياً على حسب ما تستطيع الرابطة وأيضاً معنوياً. أيضاً رصد وتوثيق الانتهاكات بهذه القضية اللي هي قضية الاختطاف، رصدها وتوثيقها، عمل تقارير وتوصيلها إلى المجتمع المدني سواء داخلياً أو خارجياً، متابعة هذه القضية وتوصيل الصوت إلى جميع المنظمات الداخلية المحلية والخارجية، وتوصيل هذه المعاناة، معاناة أيضاً الأسر ومعاناة المختطفين داخل السجون. على أبواب السجون والمعتقلات نمت إرادتهن، وتحت أشعة الشمس الحارقة واصلن نضالهن في الوقت الذي تقاعس فيه الجميع ولزموا الصمت. شكلت تلك الرابطة إضافة جديدة لسجل المرأة اليمنية التي استطاعت أن تقف بشجاعة وتدافع بشراسة عن أبنائها الذين تم اختطافهم وإخفاءهم دون تهمة، وناضلت من أجل أن ينعموا بالحرية وتنعم قلوبهن بالسلام. في أمهات مرضوا من بعد المتابعة، في أمهات صار عندهم مرض السكري، في أمهات عندهم تشنجات بالدماغ، يعني نعرف عوائل كثيرة يعني للأسف الشديد، وفي أمهات ماتوا سبب القهر على أبنائهم، في آباء يعني من كل شيء إنه بس الأمهات، في آباء نعرف يعني أب مات من القهر على ابنه، وفي أمهات مريضة لحد الآن طريحة الفراش ويحاولوا أنهم يخرجوا رغم المعاناة اللي هم عايشينها، يخرجوا لأنهم يحسوا بالقهر والظلم أنه محل نصف لقضيتهم. هو جهد لا نقول أنه بالذي كنا نطمح إليه، لكن هذا جهد المقل نتيجة الوضع الذي نعيش فيه والضغط، وأيضا نتيجة القمع الشديد الذي نعانيه في صنعاء وغيرها من المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي. يوماً إثر آخر وعلى وقع الانتهاكات المتزايدة ضد المدنيين، أخذت الرابطة تتوسع شيئاً فشيئاً. احتلت الرابطة بأنشطتها المتعددة والمتنوعة صدارة المشهد الإعلامي والإنساني على حد سواء، وكان لها حضورها الفاعل والمؤثر في المحافل الدولية، وبه أحدثت أثراً في مسار المفاوضات. وصلنا صوتنا إلى مجلس حقوق الإنسان وسافرنا لهناك، وصلنا رسائلنا مواكبات لكل جديد في بما يخص قضية المختطفين، سواء المفاوضات في ستوكهولم وغيرها، في تواصلنا مع مكتب المبعوث الأممي، مع الجميع بدون استثناء في توصيل هذه القضية وهذه المعاناة.
الصدى الذي حصل أنه نتيجة الضغط ونتيجة الأعمال المستمرة ونتيجة هذا الجهود المبذولة من قبل الأمهات ومن قبل العاملات في رابطة أمهات المختطفين، تم الإفراج عن أكثر من 600 شخص من اللي كانوا موجودين داخل السجون. وتسعة وثمانون وقفة احتجاجية و255 بيانا ورسالة رسمية، حصيلة نضال دؤوب لرابطة الأمهات منذ تأسيسها قبل 4 أعوام، ساهمت بشكل كبير في إطلاق سراح أكثر من 600 مختطف والتخفيف من معاناة من تبقى في غياهب السجون. في ناس المشكلة أنه ما فيش عليهم أي قضية، هيدي المشكلة أنه ما فيش أنت عليك أي قضية، اعتبرهم بعفو عام انه هذا الانسان يدخل بنص العفو العام، اي انسان ماشي اي جرم قضائي يدخل بنص قانون العفو العام الان خاصه بضد الظروف ويعملوا له فحص ويخرجوا منه. الان زين احنا الان الامهات قلقات، يقول لك اذا الان دونا بسجن ظاهر كيف عيالنا اللي بالسجون المخفيه؟ هل بيلاقوا يعني المسانده الطبيه؟ هل بيلاقوا التعقيمات؟ هل بيكونوا معاهم واقفين؟ لانه الان الامهات في بالهم ابنائهم احياء، والكل يعني بباله انه ابنه حي. طيب انت لما تشيت تطمن تقول ابنك مسجون اوكي، لكن الان في مرض اكيد الامهات لو شفت يعني رغم المطر اتصلوا لي ليش ما خرجتوش ده، قلت لهم والله الان مطر ومعلش امهات بنأجل، مش رافضين بالذات امهات المخفيين اكثر حاجه، لانه تقول لك ايش مصير ابني في ظل ده المرض، ما فيش اي دعم، اذا احنا العاديين منتظرين الدعم، ما بالك انسان مسجون لا حول ولا قوه له. استطاعت رابطة الأمهات برغم الظروف العصيبة أن تسطر أروع البطولات والتضحيات، ولعبت دورا مهما في ظل فراغ حقوقي، وأصبحت الصوت الأبرز الذي يحكي مأساة المختطفين بعد أن وقف الجميع عاجزين عن فعل أي شيء بسبب القمع والتنكيل. كان وما يزال صوت رابطة الأمهات مرتفعا ومزعجا للميليشيا، تعمل دون يأس أو استسلام لأجل المختطفين وعائلاتهم التي فاقمت الحرب معاناتها حزنا على ذويها وعذابا في مواجهة المصير المجهول. عملنا دورات للدعم النفسي لأنه أصبحين الأمهات والأبناء في وضع نفسي صعب جدا جدا، فتمت عمل دورات للدعم النفسي في صنعاء وفي مارب وفي تعز، ورحلة في عدن لمسألة الدعم النفسي. عملنا أيضا دورات وأشركناهن وتعاوننا مع كثير ونسقنا مع كثير من الجمعيات والمنظمات بأن يعملوا لهؤلاء النساء دورات في المهن الصغيرة والحرف اليدوية الصغيرة بحيث أنها تعيل نفسها. أيضا ساعدنا مع كثير من الجمعيات في توصيل مكائن خياطة لكثير من الأسر، أيضا بعض الإمكانيات البسيطة كصناعة البخور وغيرها بحيث أن يستطيعين أن يعيلين أسرهن. أيضا ساهمنا في تدريس بعض الأبناء ودعمهم في مسألة التدريس لأنهم كان آبائهم سجن آبائهم واعتقلوا واختطفوا آبائهم وهم أصلا مبتعثين في الخارج على حساب آبائهم، فيتم المساهمة والمساعدة في هذا المجال. عائلات لم يعد يجمعها سوى اتصالات هاتفية محدودة وبضع ذكريات وبقايا صور تحمل ابتسامات باتت من الماضي. يواجهنا بصبر وشجاعة ألم الفراق ومرارة الحرمان، وينتظرنا بشوق رؤية فلذات أكبادهن ينعمون بالحرية والكرامة. في بعضهم يعني معيلين لأسر، صور أنت لما يأخذوا معي للأسرة، يعني في أمهات أبنائهم هم كانوا معيلين لهم لإخوانهم لأبنائهم، في منهم اللي هم لسه شباب كانوا لسه في الجامعة وفوق هذا كانوا يشتغلوا يعني شغل خاص عشان يغطوا نفقة الجامعة ومساعدة أهاليهم، في منهم اللي راب أسرة زي زوجي أني، ففعلا لنا معاناة أكثر من معاناة نفسية كمان، أنا يعني زي أول وحدة أنا عندي أبنائي يعني عندهم معاناة نفسية وحاول أني أخرجهم من دي المعاناة، حتى أنا الوحيدة يمكن في بعض كمان زيي
لما نخرج وقفات أو مناشدات أبداً ما أخذش أولادي، لأني أحاول أني أفصلهم من هذا الموضوع وأقول لهم أعتبر أن أبوكم سافر وأعتبر أنه مسافر، ولو أنه نصيب يرجع لكم بيرجع، وده مثلاً الله عالم إيش اللي صار معه، أعتبر أنه أبوكم شهيد. أنا عودت عيالي على ده الشيء، عشان كده ما أخذهمش أبداً. التحديات والمعوقات التي واجهتها ولا تزال رابطة أمهات المختطفين والمخفيين لم تكن لترهبها، بقدر ما زادت من عزيمة الأمهات وإصرارهن على مواجهة جرائم وعنف الميليشيا وخذلان الدولة والمجتمع. عادل عبد الواسع يؤمن بأن الفنان الحقيقي هو ذلك المنفتح على كافة الثقافات، وبأن العلم والفن عمودان رئيسيان لنهضة الوطن والإنسان. في ضواحي مدينة تعز ولد وترعرع الشاب محمد عادل عبد الواسع الشرجبي، شغوفا بالقراءة، محبا للفن واللغات، ومهتما بالإعلام. للكتاب والإذاعة دور كبير في بناء وعيه وتنامي ثقافته، فالمذياع شكل جزءا من حياته اليومية، والكتاب كان له خير جليس وتقاسم معه أغلب الأوقات وأهمها. شيئين كونوا شخصيتي، أنا قارئ نهم، قارئ نهم جدا، لا يمر علي يوم لم أقرأ في أقل القليل 30 صفحة 40 صفحة. اليوم الذي يمر علي ولم أقرأ أجده يوم عقيم، أحس أنه ده اليوم دون نكهة، دون نكهة كمان، أحس أنه حتى في ذاك اليوم كلامي لا قيمة له، لا شيء جديد لدي، الحياة كانت بخيلة في ذاك اليوم لأني لم أقرأ فيه. بالتالي العامل الأول اللي كون شخصية محمد عادل الكاتب والموسيقي الفنان هي القراءة. هناك عامل آخر قد ربما يكون غريب، لكن هو لعب دور مهم في شخصيتي، وله فضل كبير في هذه الحقيقة. طبعا العامل الآخر هي قناة مرتكلة الدولية، إذاعة مرتكلة الدولية الفرنسية. أنا شغوف بهذه القناة، تعجبني، ورد الفضل لها إن هذه القناة هي التي كونت شخصيتي. من تفوقه الدراسي في كلية الآداب بجامعة تعز وعمله معيداً في قسم اللغة الإنجليزية، إلا أن ميولاته الفنية قادته لدراسة الموسيقى في معهد جميل غانم بعدن ضمن المنح الدراسية المقدمة من وزارة الثقافة، وفيه ارتبط مصيره بآلة الكمان التي تعلق بها منذ الوهلة الأولى، وكان لها الأثر الأكبر في تغيير مجرى حياته. انقلبت لدي الموازين عندما أجيت معهد جميل غانم، سمعت الموسيقى وشفت آلة الكمان، انبهرت بالكمان في الحقيقة، انبهرت، صدمت، حسيت إنه كانت نقطة اللي فصلت بين الماضي بالحاضر، اللي هي آلة الكمان هي كانت الآلة الفارقة في حياتي. أجيت هنا لامتحان القبول رفضت، لأنه كما قلت لك ما كان عندي أي خلفية في الموسيقى، حتى أن ذاقتي الموسيقية كانت ضعيفة، لكن اشتغلت على نفسي وعملت على نفسي وحققت الكثير، يعني حتى الانبهار في الحقيقة، أنا فخور في نفسي جدا. من ذاك الوقت حتى اليوم هي تكونت شخصيتي الموسيقية التي قد ربما لا تبلغ الستة الأشهر السبعة الأشهر، لكن في هذه الستة الأشهر قدرت أن أحصل على محمد عادل الفنان. ينصح محمد الشرجبي الفنانين بالانفتاح على كافة الثقافات حول العالم ومطالعة كل جديد، باعتبار الثقافة كما يقول هي من ترسم شخصية الفنان الحقيقي وليس مظهره الخارجي وذائقته الفنية. الفنان الحقيقي ليس بالذائقة، ولا الفنان الحقيقي ليس بالعزف الرائع اللي يعزفه، الفنان الحقيقي بالقراءة. هل هناك فنان يقرأ؟ هل الفنان منفتح على ثقافات الشعوب؟ هنا نجد الفنان الحقيقي. فأنت قلت تناغم الموسيقى كما قلنا إنه هي لغة الشعوب، وكل الشعوب تتخاطب
بلغات مختلفة، إلا أن الموسيقى تجمعهم. الموسيقى تجمع لأنها لديها ثمان حروف، ثمانية حروف، هذه الثمانية حروف تجمع الإنسانية جمعاء. مش لازم أن الشكل هو اللي يحدد شخصية الإنسان ومدى فضيلته بالمطلق، هذا شيء مرفوض بالنسبة لي. الكتاب هو الذي يحدد من أنت. إن لم تقرأ كإنسان ليس كموسيقي ولا كياتي، إن لم تقرأ في السنة ما يقارب 100 كتاب أنا لا أستطيع التحدث معك. الشخص اللي ما يقرأ ما أتحدث معه، ما أستطيع أتحدث معه. في مثل صيني يقول بعد الانقطاع 3 أيام عن القراءة يصبح الكلام بغير نكهة. في حقيقة كلامه هذا حقيقة، إن لم تقرأ لمدة 3 أيام يصبح كلامك قديم مكرر، بينما القراءة هي التي تجدد الكلام ونكهة الكلام وذائقته. يؤمن محمد الشرجبي بأن الفن والثقافة مصدر حياة للشعوب، وتبدو المجتمعات البعيدة عن ذلك ميتة في نظره، داعيا إلى الاهتمام بالثقافة وأحياء المجتمعات بالفنون الجميلة وأنغامها العذبة. المجتمعات التي لا تعشق الموسيقى أو أنها بعيدة عن الفنون مجتمعات شبه ميتة. ما برسه رسالة إنه نشتي الدعم وندعموا وانتبهوا. بقول إنه في أمل، يعني ما دام إنه في معهد وفي فنانين وفي نضوج، الآن يكون في نضوج يعني، وبيكون في يوم من الأيام في نضوج فني، الفن بيكون والسلام بيعم وكل شيء. وللحياة الله خلق جنود مجهولون دائما. مشاهدينا الكرام، في الختام لكم مني أطيب التحيات، أنا سارة جمال الدين وكافة طاقم برنامج أهل المدينة، وندعو الله دوما أن ينعم الوطن بالأمن والأمان، وأن تزهر المحبة ويسود السلام. في أمان الله.